السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات في كل مكان في العالم. النهاردة احنا في مدينة ديرة في موزمبيق بنشهد توزيع المواد البناء المنازل مرة أخرى بعد الإعصار اللي ضرب موزمبيق في شهر مايو في شهر مارس منذ شهرين، ومع الأخوات والإخوة اللي هم يعني فقدوا كل شيء، فقدوا المنزل، فقدوا بعض الأهل والأقارب، وفقدوا الحيوانات، وفقدوا الأرض الزراعية بتاعتهم. فاليوم الحمد لله بنشكر مسلم إيد من أستراليا، وبنشكر إمداد، بنشكر بعض المؤسسات من جنوب أفريقيا وموزمبيق على أنهم سمحوا لنا أن نوزع المواد البناء دي لأكثر من 200 أسرة في بييرا. ندعو لهم إن شاء الله في شهر رمضان، وندعو لكم أيضا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتبرعوا لبناء المنازل، تتبرعوا لبناء المدارس، تتبرعوا لتمكين الناس من الحصول على رزق وعيش كريم. جزاكم الله خير. رمضان من بييرا موزمبيق. النهاردة يوم 16 رمضان 21 مايو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.